لماذا توجد هذه الخراطيم بجانب المدافع الموجودة على السفن؟ الأمر بسيط جدا. تخيل أن هذه المدافع تطلق حوالي 80 قذيفة في الدقيقة، وبالتالي تزداد حرارة المدفع بشكل كبير جدا، وربما يحدث تضرر وانفجار مثل هذا. ولكن وظيفة هذه الخراطيم هي تبريد سبطانة المدفع عن طريق نقل الماء في مسار خاص، والمحافظة على انخفاض درجة حرارة المدفع. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.